في ناس بتقول ان الشيخ محمد عبد الله خلاص يا ابني انت مين اللي هل ينفع حضرتك حد يحكم معاه ان الشيخ محمد يكلمه ويتاكد منه ولا مش جاي ماله وتكلموه وبعدين هو هل حضرتك معاك نمت الشيخ محمد لا مش معايا بريس ولا ليه علاقه كلمه صراحه كلمه انا اللي كلمته الشيخ حاتم الدين من شبين الكوم والراجل اقر استمراره